السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة اللي دايما بيسألوا عن أنظمة الأكوابونيكس أو تربية السمك والاستفادة بمية السمك اللي بتبقى مليانة بمخلفات السمك، هيعملوا بيها إيه ومحتاجين إيه علشان نعمل المشروع ده، ويعني أسئلة طويلة عريضة. حبيت إن أنا أبسط الموضوع بشكل إن كل واحد يقدر يعمل بنفسه المشروع ده. فأول الفيديو دوت أول حاجة أول فيديو هعمله وهبسط فيه الإيه الطرق، طرق ثلاث طرق بسيطة ممكن أنت تنفذها بنفسك، مش محتاج حد ينفذها لك. أول دوت عبارة عن منزل وفي جنينة وراه أو جنبه، وبيتعمل فيه المشروع ده. والمشروع دوت ممكن يتنفذ في الحديقة الخلفية في البيت أو على سطح البيت لو كان المسلح بتاعه قوي. وأعيد تاني وأقول لازم يكون السطح مسلح بقوة، لأن المية بيبقى ليها ثقل كبير قوي على السطح. أو ممكن يتعمل في أرض فضاء ويتعمل عليها صوبة وليها باب وفيها إضاءة، سواء إضاءة حكومة أو من خلايا الشمسية، ويكون ليها باب يعني علشان إيه المحافظة عليه. أو إذا كان في دور أرض في بيت مثلا ممكن يتعمل فيه المشروع ده، مع مراعاة طبعا إن يكون في إضاءة بأي وسيلة من الوسائل. طبعا بالنسبة لمشروع زي الأكوابونيك ده بيحتاج كهرباء، علشان احنا هنحتاج فيه منفاخ، هنقول عليه منفاخ أو مولد للهواء الأكسجين، وبرضه طرمبة غطسة، فدول بيحتاجوا الكهرباء زي ما حضرتكوا عارفين. التلات أنظمة دول، أول نظام اللي هو الزراعة في المواسير، زي ما انتوا شايفين كده هي تلات مواسير فوق بعض ومتخرمين ومحطوط فيهم كوبايات، والكوبايات دي مخرمة، وجوه الكوبايات في كيس مخرم وفي البتموس أو المادة اللي هي هنحط فيها البذرة أو الشتلة بتاعتنا، والمية هتمر من خلال النظام اللي بعد كده اللي هو إن إحنا في حوض، قد يكون حوض مبني من طوب خرساني أو حوض بلاستيك أو بانيو أو أي حاجة مشابهة لكده، يكون فيه حاجة زي الزلط أو أي حاجة مشابهة، كسر الرخام، قطع من الكلي المجفف زي الصلصال بس بيكون جاف، وده بيسموه الايه الجروبيد سيستم، عبارة عن حوض في المادة دي اللي هي اللي زي الزلط، وبيتزرع في قلب الزلط ده. النظام الثاني اللي هو زي ما انتم شايفينه جنب الحوض، اللي هو عبارة عن حاجة اسمها رافت سيستم. الرافت ده اللي هو يعني طوف عايم، الطوف ده بيبقى عبارة عن المادة اللي هي بتبقى في صناديق الأجهزة الكهربائية، المادة البيضة دي، وبتتخرم بشنيور، بتبقى خرام متساوية، وبرضه محطوط فيها كوبايات، محطوط في الكوبايات كياس مخرمة وفيها البتموس أو البيئة اللي هيتزرع فيها النبات. ده النظام الثالث. أرجو أن يكون الموضوع واضح جدا بالنسبة لحضراتكم، إن التلات أنظمة دول سهل جدا إن حضرتك تعمل. وأرجع تاني أراجع،
إنك ما تعملش أي حاجة في السطح البيت إذا كان سطح البيت مش قوي. أحسن مكان هو حديقة بتاعة المنزل أو أرض فضاء أو في دور أرضي، علشان برضو يبقى إيه النظام ده مرتاح ومتساوي. النظام الأولاني زي ما بقول لحضراتكم اللي هو الزراعة في المواسير، وهنشرح إزاي السيستم ده بيشتغل. والنظام التاني هو الحوض ده اللي فيه الزلط، والنظام التالت اللي هو نظام الطوف. وفي الفيديو اللي بعد كده هنشرح إزاي السيستم ده بيشتغل. وأتمنى أن يكون الفيديو ده عجبكم، وتساعدوني بالضغط على علامة الإعجاب والاشتراك في القناة إن لم تكن اشتركت من قبل، وتشاركوا الفيديو ده مع إخواننا لزيادة الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا الحوض اللي هو فيه السمك، سواء قراميط سواء تعابين، وبعدين المية بتطلع كده في ماسورة وبتخش في الفلتر، وبعدين من الفلتر المية بتخش في المواسير وتلف وترجع تاني للسمك عن طريق الايه المواسير دي. ده شرح مبسط ازاي احنا بنعمل نظام الاكوابوني. فانت في المرة واحدة بس انت بتملى حوض المية، سواء الحوض دوت انت حفره في الارض او حوض في مبني او حوض من مادة تكون قوية علشان تتحمل ضغط المية مع السمك. طبعا المية بتطلع هنا عشان نفلترها، وبعدين ده الفلتر، في نوعين من الفلتر اللي هو الفلتر اوتوماتيك فلتر كيماوي، وبعدين بيخش المية هنا وبتلف في قلب الأحواض. ممكن يكون كل الدوت أحواض، ممكن يكون كله مواسير زي ما حضراتكم شايفين هنا، يعني حسب المساحة والوضع اللي عندك حضرتك. وبعدين بنسحب المية بقى ثاني، بناخدها نوديها لحوض السمك، والطرمبة دي هي اللي بترفع المية للفلتر فوق. فهي العملية عبارة عن دايرة مغلقة، مش بتحتاج ان انت بقى ايه تزود المية او تصرف المية. لو الدنيا حر فانت بتحتاج مثلا 10% من المية اللي هي اتبخرت. أتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط لحضراتكم. وطبعا كل موضوع لازم له أسئلته وله إجاباته، ويشرفني ويسعدني إن تيجي على الكومنتس اللي هي تحت الفيديو. طبعا لما حد بيعلق تحت الفيديو بيجيلي على إيميل، وأنا بقوم بالرد عليه حسب السؤال بتاعه. طبعا برضو هي هتبقى عملية فيد واستفيد، يعني انت بتفيدني بانك انت تنشر الفيديو، تحط عليه لايك وتشترك في القناة، علشان طبعا لو ما لقيتش تجاوب من المشاهدين فليه أضيع وقتي وقتكم. وفي نفس الوقت انا بفيدك بمعلومات من الواقع اللي احنا بنعيشه، بإني أجاوب على الأسئلة اللي هي في الكومنتات. أسعدني وجود حضراتكم معنا في الجروب، وأتمنى للجميع النجاح والفلاح في الحياة الصعبة اللي احنا عايشينها دي. ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.